كاين اللي كيمشي يتريني فهمتي. انا كنصح باش ما تمشيش تريني عرفتي علاش؟ حيت اصلا لو كور ديالك مقاتل مع راسك والجهاز المناعي مقاتل مع راسك فهمتي. دونك نهار تكون فيك لي غاك نجلس الله دونك ما نتريش ولكن ما نخسرش الماكله. دابا هادشي هنا في البلاد اتفقوا في واحد الحاجه شحال من وحده كيجيو على غالي في وسط الريجيم وكتخسر الماكله كتقول لك لا ما قدرتش لا هذا غلط هي ما نترينيش ولكن ما نخسرش لو ريجيم اليمونتيغ ديالي. انا بالعكس الا عطيت المواد الغذائيه المناسبه للكور ديالي راه غادي تجيك الانرجي غادي تكون عندي من بعد فهمتي. دونك اجي بالنسبه للناس اللي كيجيو اللي ما خصهمش يترينيو حيت غلط شحال من وحده مشات فوسط ليها غير الترينات مثلا وكانت جات السخفه كانت جات الدوخه ولا لوجع كثير ولا شي حاجه دونك سميتو تدفق الدم في الكور ديالي خصو يكون متوسط ماشي مرتفع سيرتو ان كميه ديال 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 البلوط كتخرج فهمتي. دونك هادي هذا الجواب. واحد حاجه اخرى اللي هي الورك اوت سبليت. اي بنت ولا اي دري مبتدئ كيدخل لاصال باش يتريني ما كيعرفش اش يدير باش غادي يبدا. واش غادي يبدا بالصدر ولا غادي يبدا بالكتاف ولا غادي يبدا بالرجلين؟ مثلا شي بنت عندها الجناب وعندها رجلين غلاط فيهم لا ريتونسيون دو فيهم لا غراس كتدخل كترينيو. انا نشرح لك نعطيك واحد الحاجه فين ما كانت عندك لا غراس في الكور ديالك راه خصك تريني لا كور ديالك كلي. كتجي عندي مثلا شي كليونت كتسجل معايا في الكوتشين مثلا كنصيفط لها بروغرام دونطريمون كتقول لي ولكن انا عندي المشكل في الرجلين. راه واخا عندك مشكل في الرجلين فيهم لا غراس راه خصك تريني لو كور كله راه مايمكنش راه اعاقه عندك ما تقول لي راه ضروري خصني تريني كلشي فهمتي. علاش؟ باش تكون عندي لوميوستازي ولا ليكيليبر ديال لاناتومي موسكولار ديالي فهمتي. ثاني حاجه هو كاين بعض البنات اللي عندهم لاغريس في الفخاد وفاش كيترينيو الحصه ديال الرجلين فخادهم كيكبروا كيزيدوا يكبروا وكيلقاو هذا المشكل. كتقول لك انا كنبغي نحيد لاغريس من الفخاد ديالي وفاش كنتريني الرجلين كيزيدوا يكبروا كيزيد لو موسكل يكبر. هادشي كيدل على ان لو بروغرام دونطريمون غلط خطا. داكشي باش نقول لكم ما ساهلش انك تقاد بروغرام دونطريمون وما ساهلش انك تلقى اللي يتريني بك بطريقه علميه لانكم درتي بروغرام دونطريمون ديال لي بير تروفي ماشي ديال الساركوبلازمي ماشي غير هادو اللي كرجليك بالعكس غادي يقصحوا غادي يتجمعوا. كاين لي بير تروفي كاين الساركوبلازمي كاين شحال كاين بزاف ديال لي بروغرام دونطريمون ولكن هادشي مع الاسف لي كوتش في لاصال ما عارفينوش. وكنعرف شي وحدين اللي هما بنات ودراري حتى هما صراحه اللي عندهم الرجلين فيهم الكراس بزاف كيمشيو لاصال وكيتزادوا الرجلين هو بايح نقصهم وهما كيتزادوا. راه بروغرام دونطريمون راه ماشي غير جيم تريني انا شي غنظن نقولها لك العشوائيه في هذا الدومين ما كتدي حتى شي حاجه. كانت العشوائيه في الريجيم غتبقى هكاك كانت العشوائيه في واحد الحاجه اخرى نقولها لكم هذه نصيحه من عندي انا هذه نصيحه انا من عندي نصح لكم فابور. راه البروغرام دالمونطاسيون كيكون ملي كيكون مرتبط مع البروغرام دونطريمون داكشي اللي كتريني كيكون مع داكشي اللي كتاكل. كنتي داير بروغرام دونطريمون ديال ليبرتروفي ميو فيبغيير مثلا بغيت تبني الياف عضليه جديده ولا بغيت تحرق لاكاز كيكون ان ريجيم ايبر بروتيني. كنتي داير ديال الساركوبلازمي كيكون ان ريجيم طالع في الكاربس. دونك هادشي باش تعرفوا راه ما كاينش في الانترنت. داكشي علاش كنعرفوا شحال من واحد كيتريني في لاصال لمده عام وباقي كيجيب نفس الدوره باقي هو هو. ونجي واحد الكليون هو جاي في الطريق طبعا نبوستي ليكم اللي كيعاني من السمنه وما خلى لي ميديكالون ما خلى لي زومون كليمبيتيرول واخا كليمبيتيرول ماشي لي زومون هذاك سي دي ميديكالمون خدا كليمبيتيرول خدا لي فات برنر خدا كلشي دار ريجيم قطع الكار دار صيام متقطع ما خلى ما دار وباقي هو هو باقي غليظ الصيف. علاش؟ حيت كيدير كلشي بالعشوائيه كيتصحاب الناس كيتصحابهم الا قطعوا الكربوهيدرات غيضعفوا. كيقول لك ما ناكل تفاح ما ناكل بنان ما ناكل بان كومبلي ما ناكل روز ما ناكل بطاطا ما ناكل والو ناكل غير دجاج سلاط دجاج سلاط شويه الخيار شويه الخص وشويه تسدر الدجاج. هذا ما ريجيم هذا راه جا لانيمي ماشي ريجيم هذا باش نتفق فهمتي. لو ريجيم اليمونتير كيكونوا فيه ضرب العناصر قلت لكم لي بون ليبيد لي كربوهيدرات لي بروتيين
باش كان ماشي كنضعف باش كنحيد لاغريس. وكنت قلت لكم داك النهار بانه كاين فرق ما بين نقص البوا وما بين نحيد لاغريس. بغيت نقص البوا موت مع الريجيم وغاد نقص البوا. بغيت نحيد لاغريس خصك تكون داكشي بيان كالكولي, خصك تكالكولي داكشي على لو بوا ديالك. فهمتي؟ شوفوا اش قال, اش قال اشرف باسي هذا واحد المشكل اللي قال اشرف. هذا واحد المشكل كاين عند الناس بزاف, خصنا نفهموه. كاين واحد الدري مثلا اللي هو ضعيف ايتي اللي بغا ديرو ضعف بزاف, كيمشي كيبقى كيترينيهم غير هو, كيركز عليهم في السيمانه ثلاثه المرات كتصحابو راه الا ترينيهم بزاف اجي كبروا. وكاين واحد البنت مثلا اللي لي فيست تاعها مثلا صغار كترينيهم ثلاث مرات في السيمانة. هذا غلط, هذا فاجح علميا, هذا غلط فاجح, ما خصوش باقي يدع. الا عندك شي ميسكل ضعيف خصو لا ريكوبيراسيون هي اللي كتكبر. الا عندك انا يدي ضعاف نترينيهم مره واحده في السيمانه ولكن انتونس, نترينيهم بواحد الانتنسيتي اللي طالعه بزاف, نترينيهم قاسحين مره واحده في السيمانه ونخليهم ريكوبيريو 6 ايام 6 ايام لا ريكوبيراسيون والناس 8 السوايع بالليل هما اللي كيكبروا لي ميسكول. دي فاكتور هرمونال كيما قلنا, لان انا نعست بكري كيكون الجي اش كيكون لو بيك ديالو مع 3 ولا 4 الصباح, دونك كنكبر كنكبر وقت الناس كتكون لي بيغ بلازي دوبلومون ديال لي سيلول ميسكولار. فهمتي؟ هادشي ماشي صح لي كوتش في سيتي كلوب. المهم انا تنقول لك هادشي باش يدار خصك تنعس بكري وتفيق بكري. كاين دي فاكتور خصك ديرهم في الحياه اليوميه ديالك باش تحصل على ديك النتيجة. اما بغيتي تمشي انت يديك ضعاف, بغيتي تمشي ترينو مع الاثنين والخميس والسبت, بغيتي تبقى هكاك والله ما تزاد نتحداك. وكاين نفس الغلط كيوقع عند البنات, كيكونوا لي فاس عندها ضعاف ولا رجلين ضعاف وكدير السكوات مع الاثنين والخميس والجمعة وكتبقى هي وكتقول لك ما خليت ما درت وما تزاديتش. كون ترينين شي حصة ديال الرجلين بوحدها مع الاثنين فيها كلشي وقاصحة بزاف وغبتي على رجلك حتى الاثنين الجاي والله حتى تلقى ريزولتا واعر. هادشي جربتهم عليك اليوم ديالي ولقيتوني توصح ماشي لقيتو ناس بصح طبقتو عليك اليوم ديالي حيت هادشي ساينتيفيكلي لوجيك. فهمتي؟ دونك تريني ديك البلاصه اللي عندها ضعيفه نتريناها مره واحده في السيمانه وشوف ديك الساعه الريزولتا. ولا اللي عنده رجليه ضعاف تلقى شي دري عنده رجليه ضعاف, على انا واحد الحاجه ما بغيتش تفهم ليا, كيجي عندي شي واحد كيقول لي انا رجليه ضعاف وكنضربهم جوج مرات في السيمانه, زعما انت دابا درتي شي انجاز, زعما انت لو كوغ ديالك مكلاخ عندك واحد الجسم كلاخ ما عرفتش هكا تريني رجلي جوج المرات. وكاين لوميوستازي ديجا هضرنا على لوميوستازي. لوميوستازي هي ارجاع الجسم الى الجسم كيرجع راسو الى الاصل. فهمتي؟ اللي هي لك اللي بغى ديال لو كور ديالك. الا كان رجلك ضعاف لو كور ديالك غادي يتقاتل معاك باش يبقى رجلك ضعاف. الا مشيتي تريني جوج مرات في السيمانه السيستيم نيرف تاعك عارفك بانك غادي تريني رجلك جوج مرات في السيمانه غادي يشد معاك العكس. خصك دير العكس تاع داكشي. فهمتي؟ بحال دابا مثلا الناس اللي صدرهم ضعيف, كاين الدراري عندهم الصدر ضعيف, الصدر ضعيف باغي يديفلوبي صدرو, هادشي تنهضر تاع البنات الا بغات ديفلوبي شي ميسكول اخر. فاش كي قالها ارلون فاش كتمشي لاصال راه السيستيم نيرف تاعك والدماغ ديالك عارفك بانك تبدا بالبنش بريس وعارف كدير انكلاين بنش وعارف كدير اكارتي وعارف كدير ديبس وعارف كدير عارف واشي خصك تشوكي هادشي ما يخصوش يبقى. داكشي علاش نقول لك داك السيستم تاع تشيست ترايسبس جيما بدلو ديال تشيست وشولدرز بلا ديال الحصه ديال تشيست بوحدها بدل شويه شوكي لو كور ديال ديك الحصه ديال الكوادريسبس مع الهامسترينغ ديال سي جي كوادريسبس بوحدو والسيمانه الجايه ديال الهامسترينغ بوحدو ورد عليا الخبر. ديك الحصه ديال انا واحد الحاجه ما بغيتش تفهم ليا الكتاف واحد العضله اللي هي صغيره بزاف كاين اللي كيترينيهم بوحدو نجي لك كتاف وشي حاجه اخرى مثلا شوكي لو كور ديالك بدل الورك اوت سبليت ديالك وراه كاين اللي كيتريني نفس الورك اوت سبليت لمده عام علاش وما كيلقاش نتائج وكيسبيها في البروتين كيقول لك لا راه البروتين اللي خديت هو اللي ما عطانيش وانت بعدا اصلا ما كترينيش مقاد وفاش كتخرج من لاصه كضرب المرقه ما يمكنش اصاحبي راه كاين شوف شي حاجه كتكمل حاجه شوف دابا شو دابا شحال من حاجه قلنا شو دابا شحال من حاجه خاصك ورك اوت سبليت يكون مقاد خاصك ريجيم اليمونتير خاصك تنعس بكري خاصك تفيق في الوقيته خاصك تريكوبيري مزيان خاصك ما تعاود ما يكونش عندك اوفر ترينين ما تعاودش الميسكول ديالك جوج مرات في السيمانه شو دابا شحال جا لي فاكتور تزنى عليهم الا نقصك واحد مشيتي فيها خاصك ما تقطعش الكارب
ماشي نبقى تاكل ايه صدر الدجاج وشلاضه. شو دابا شحال تزنا على شحال من حاجه تزنا عليها، وكيجي واحد في الاخر كيقول لك لا راه البروتين اللي شريت ما عطانيش. اش بغا يعطيك؟ راه هذاك كومبليمون اليمونتير ماشي ميديكال، راه غادي غير يعاونك. ولكن يقول لك لا الماتيريال في لاصال ما عطاني، اش بغا يعطيك الماتيريال؟ الماتيريال تتهضر معاه. عرفتي كاين 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 واحد المفردات مغربيه خصهم يتهيدوا، لا راه واحد لاصال فيها انا راه فيها الماتيريال عيان. وهذا ماشي جاب، وراه انت فاش كتريني بهذاك الماتيريال كتخرج وكتضرب بوكاديو. واش فهمتي؟ ما يمكنش اصاحبي راه اشكال. ولا انت كتجر اوفر توينين، كتمشي لوصل يوميا. واخا تمشي يوميا تبقى انت هو انت اوفر توينين، هذاك كاتابوليزم، كتكاتابوليزا يوميا. اشنو هو الكاتابوليزم؟ عندك لي زاسيد امينين ديالك كيتفككوا في لي سيلول ميسكولار ديالك، ما كيتجمعوش باش يعطيو لك بروتين، كيبقاو مفككين خليهم هكاك. فهمتي؟ وكاين اللي ما كيبغيش يتسنط الهضره، هذا يقصو حياه الراس اللي فينا. كاين اللي كيجي يجي للمحل مثلا كنعطي نصيحه وما كيتسنطش، تيجي هو داكشي اللي قال لي راسي، انا عطيتك نصيحه من دار وما كيبغيش يتسنط لها، هو زعما ما باش هو تيعترف داكشي اللي عنده. دونك خصني نستافد، خصني نتعلم. وشوف ليكسبيريونس، شنو هي ليكسبيريونس؟ واحد الحاجه ما مشاتش معايا مزيان حيدها صافي، السيمانه الثانيه ما بانليش غيزولطا نبدل داكشي ندير شي حاجه اخرى. الناس ما عندهمش هاد العقليه، هادشي كيبقى كيجرنا في الحاجه. فهمتي؟ بحال دابا داك اللي كي بحال دابا البنات اللي كيامنوا بالسكوات على انه موفمون دو باز اللي هو انابوليزون بالنسبه لي فيبر موسكولار اللي في لي فيس. السكوات هو انه واحد الموفمون اللي كيبني العضلات ديال لي فيس. فهمتي؟ هذا اجرا معلومه خاطئه. راه كاين دونكي كيك باك، كاين سايد ريز، كاين بزاف ديال لي موفمون اللي كيبنيو لي فيس. علاش غادي ندير السكوات بالضبط؟ سكوات موفمون دو باز كنخدموا به بزاف ديال لي ميسكل، نيزولي هذاك لي ميسكل نخدموا بواحد الطريقه اخرى مثلا. فهمتي؟ راه خصك تبدل، خصك تنوع في لونترينمون ديالك، ما تبقاش تهتم نفس الحاجه. باش نشوفوا بعدا شكون اللي معنا في اللايف ضروري. نشوف هاد الكيستيون هادي. واحد الحاجه اخرى اللي هي الناس اللي كيعانيو من اللي هما ديابيتيك، اللي كيعانيو من شي نشوف لك. المهم اسمحوا لي ما اكسبتي حتى واحد في اللايف غير باش نتفقوا. شي نشوف شكون صيفط لي ريكويست. والله ما عرفت شكون، المهم ما اكسبتي حتى شي واحد في اللايف اللي صيفط ريكويست، ما عرفتش اكسبتي. واحد الحاجه اخرى اللي هي الناس اللي هما مرض بالسكر، الناس اللي هما مرض بالسكر عندهم الحق انهم ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير. فهمتي؟ دونك ماشي مشكل. كاين الوايم مثلا في زيرو سكر، لي بي سي ا هما فيجن زيرو سكر حتى هما. على الاقل الا كنتي الا كان شي واحد مريض بالسكر ياخذ لي بي سي ا لي مون دي زونتي كاتابوليك اللي هما مضادات للهضم العضلي، ياخذها وسط التمرين، لان داك اللي مريض بالسكر كيكون معرض بزاف للهضم العضلي، كيكون معرض للانيمي بزاف حتى هي. دونك على الاقل ناخذ كومبليمون اليمونتير اللي هو اونتي كاتابوليك ضد الهضم العضلي بحال لي بي سي ا. انا كاع لي كليون ديالي اللي هما ديابيتيك تنصحهم انهم ياخذوا لي بي سي ا. حاجه اخرى هو انا كنت درت واحد الريل على 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 اللحم، راك انت شفتوه اللي فيه الهيترو سايكليك امين. اللحم الا كانت طايبه ومحروقه واحد الشيء، ولا من اللحم الا كانت ويل دان، فهمتي؟ ما خصكش تاكلها. نظن الناس كلهم مشاو تياكلوا الدجاج، راه نفس الحاجه كتطبق على الدجاج. فهمتي؟ دابا وصلوني ميساجات بزاف، لا ما باقيش ناكل اللحم لان ناكل الدجاج، راه نفس الحاجه. اي فيبر ميسكولار كتعرض لدرجه الحراره مرتفعه كيطلع فيه لا موليكول ديال الهيتروسايكليك امي، دونك كيكون مسرطن. طنهي في لو ريجيم كيتو، عرفتي هاد لو ريجيم ديال كيتو كنت شرحتو شحال من مره وغادي نعاود نشرحو ثاني. اشناهو لو ريجيم كيتو دايت؟ كيتو دايت هو واحد النوع ديال الحميات الغذائيه اللي كنعتمد فيه على الليبيد ولي بروتين، كيكون الكارب اما ناقص بزاف اما ما كاينش. فهمتي؟ اشنو هو الكارب؟ ياك عرفتو الكارب، الروز، بطاطا، التفاح، بان كومبلي، بنان، هذا هو الكارب. الشوفان حتى هو. الكيتو دايت ريجيم كيعتمد على لي بون ليبيد ولا لي ليبيد وعلى لي بروتين. دونك لي تناكل في الوجبات الكيتو دايت، اغلبيه الكيتو دايت كيكونوا بحال هكا، كناكل اللحم ماشي ريجيم،
لحمة عادية مثلا، كناكل كناكل الخضرة، وكناكل بزاف لي ليبيد، لافوكا، اللوز مثلا، الفرماج حتى هو ماشي 0% فرماج عادي، كناكل لي ليبيد. هو علميا مزيان من واحد الناحيه، ناحيه ديال تشنج الشرايين، الناس اللي مرض عندهم تشنج الشرايين فاش كيديروا لك كيتو دايت تريغليسيرايد كيمشي الا كانوا كياكلوا لي بون ليبيد. ولكن من الناحيه اللي هي لوجيك واحد شويه تخيل معايا دابا نتايا، انا نشرح لك، انا نشرح لكم علاش الكيتو دايت ما كينفع بوالو. باش بقاو معايا، هو اللي عطانا هاد ليكزومبل ديال الكيتو دايت يقول لك مزيان كيطيح البوا، مزيان الكيتو دايت كيطيح، علاش؟ حيت ما كناكلش الكارب. ولكن من الناحيه العلميه لو موسكول ديالك دابا بحال شي سبونج، بحال شي بونجا، فاش كتحيد شي بونجا، شي بونجا فاش كتكون فازكا وكتنشف وكتيبس كتولي قاسحة، فهمتي؟ تخيل الميسكول ديالك بحال ديك البونجا، حيد تي ليه الكارب غادي يقسح، ولكن غادي يضعف البونجا كتشرينكا كتضعف. دابا انت فاش كتحيد البونجا فاش كتخوي عليها الماء من بعد كتنفخ، انت فاش كتجي الكيتو دايت لمدة شهر كتحيد الكربوهيدرات وكتاكل غير ليبيد ولي بروتيين، نهار ان شاء الله يزغبك الله وترجع تاكل الكربوهيدرات مشيتي فيها، كيتسمى الريلود، واحد الريلود بيكون عندك خيالي لي فيويو كيتسمى، انك انت لي ميسكول ديالك سورس ديال الجليكوجين في لي ميسكول ما كايناش حيت ما كتاكلش الكارب، ونهار غادي تدوق الجسم تاعك اللي هو متعطش للكارب، غادي تدوق من شويه الكارب غتمشي فيها، غادي تروشارجي واحد لاغوشارج خيالي. نعطيكم مثال، كنعرف ناس قبل ما يتقيدوا معايا في كوتشين كانوا دايرين كيتو دايت، كياكلوا الحب، الدجاج، الخضره، اللوز، لافوكا، الفرماج، ما كاين لا روز لا لي فخوي لا والو، ما كاينش الكاربس، فات واحد الشهر وما يعياو، كيف كيعيا هو الكيتو دايت عندو السايد افيكت تاعو، كيدير السخانه كيعيا شويه، لان الدماغ خدام لي ليبيد والكاربس بجوج. المهم فاش نهار كيرجعو للكارب كياكلو شويه الخضر شويه الشوفان كيتروشارج، كتسمى لا غوشارج ديال لي سيلول موسكولار بالجليكوجين، ديك لا غوشارج كتهزك بواحد 10 كيلو، غادي تهز بواحد 10 كيلو، انت طيحتيها وبغيتي تعاود تزادها، عاد لي زيفي الاخرين سكوندير الاخرين بحال لاكني، كتزاد لاكني كتفرقع، كاين اللي عندو لاكني كثيره في ظهرو، مالي على هادشي؟ فهمتي؟ علاش علاش هادشي؟ الكيتو انا كنصح به في حاله وحده، عندك واحد ليفينمون بقات ليه شهر وما واجدش، خصك توجد دغيا، خصك تعرف دغيا، هي قدر ديرو باش تبان في داك ليفينمون شويه مقاد، ومن بعد غادي تطلق الريجيم غادي تفرقع، فهمتي؟ اما باش تقول كيتو دايت لايف ستايل باش تعيش به راه ما زوينش، راه ريجيم فاشل، هو داك فليكسيبل دايت وداك الشيء اللي خرج جدا. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هو انترنت انستغرام وفيسبوك ولاو كيجيرو ما امكن، كيجيرو المستحيل باش يقنعوك يبيعوا لك شي حاجه، كيجي واحد مسالي راسو كيقول لك شوف واحد الريجيم جديد سميتو طن 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 واعر، هادشريه غادي يمشي معاك مزيان، هما الناس كيولاو كي كانوا كيولاو كتشريه وما كتلقى والو في الاخر، انترنت كيبيعوا لك اي حاجه باي وسيله، فهمتي؟ ماشي مشكل، مرحبا. ثاني حاجه هو واحد السؤال اللي وصلني ولا جا نهضر عليه حتى في واحد الريل، اللي هو الناس اللي عندهم لاختروز. لاختروز هو واحد المرضي اللي كتكون في العظام. شنو هو لاختروز؟ هو العظم ملي كيتلاقى مع عظم وكيكون متحرك، حيت كاين العظم اللي ما كيتحركوش، اللي كيكون ملاصق مع خوه ما كيتحركش، بحال مثلا في الركبه ولا في الصباع، كيكونوا جوج العظام ملاصقين، ماشي ملاصقين، مقاربين، وكيكون لك كارتيلاج. كارتيلاج كيكون ضاير، كارتيلاج هو واحد هو اللي كيكون في اللحم، فاش كناكل اللحم كنلقى واحد الحاجه، واحد البلاصه قاسحه شويه ماشي